فوق هذه الجبال العالية وبين هذه القرى دارت معارك التحرير لمديرية مشرع وحدنان. عندما آمن أبناء المنطقة بعدالة قضيتهم فتوحدوا جميعا خلف قيادة واحدة وهدف واحد، بوجه من أتى من أطراف البلاد ليقتلهم إلى منازلهم وقراهم، بعد أن استنفدوا كل محاولات تجنيب المديرية الاقتتال ليقضوا على ميليشيات الكهوف خلال 30 يوما. فبفضل وحدتهم والإيمان بهدفهم تحررت المديرية ليحتفلوا اليوم بذكرها 7 وسط فخر واعتزاز بأن مديريتهم أول مديرية تتحرر، ويفخرون أيضا بأنها أكثر من قدم وخدم مدينة تعز حين كانت الطريق الوحيد لإيصال الغذاء والدواء وإمداد المقاتلين بمستلزمات الصمود. المقاومة في مشرع حدنان وانتصارها ذكرنا بأيام وحدتنا وأيام كنا على قلب رجل واحد ضد هذا المشروع الكهنوتي السلالي المظلم. يعني لنا بداية الفتيل لانتصار المقاومة بشكل عام في محافظة تعز. يعني لنا الانتصار أننا ولله الحمد أصحاب مبادئ وأصحاب قيم لن نتخلى عنها. هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا، حيث أنها تعبر عما قدمه أبناء هذه المديرية من تضحيات. نحن اليوم نعيش 7 سنوات من الاطمئنان والحرية والكرامة بفضل هذه الدماء الزكية التي تم نزيفها في هذه المديرية من أفضل وأطهر شباب في هذه المديرية وفي جميع مديريات الجمهورية. نحن في هذا اليوم نحتفل وفاء وإكراما للشهداء والجرحى. مديرية مشرع وحدنان انحازت للجمهورية ومشروع الدولة لتعطي من أبنائها 237 شهيدا ولا زالت أيديهم على الزناد، معتبرين العطاء للحفاظ على الوطن ليس بخسارة. فإذا لم تنتصر المقاومة عام 2015 ميلادية لقدم أبناؤها أضعاف هذا العدد، وهم يرون المديريات المسيطر عليها من الميليشيات. أبناؤها يخطفون ويسجنون ويقهرون ولا يجرؤون على الحديث ويعملون بلا رواتب، لذا كانت ملحمتهم وتضحيتهم لها ثمنها، وفرحتهم اليوم كبارا وصغارا لا يسعها إلا قيمة انتصار مستحق لفدائيين من الرجال والنساء. ما زالت قصص بطولاتهم تردد وسيتوارثها الأجيال. 7 سنوات من الانتصار تعني أننا لازلنا صامدون، ولا زالت المديرية تحيي هذه الذكرى وفاء لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذه المديرية ولهذه المحافظة وللجمهورية كاملة. مشرع حدنان قدمت نموذج للمعركة الحقيقية، قدمت نموذج أيضا للمقاومة الحقيقية، لأننا بكل صراحة قاومنا ولم نقاول، قاومنا ولم نقاول. ولهذا نقول بأن المعركة كانت رجالا ونساء وأطفال ودكاترة. أشهد لبعض الدكاترة الذين ضمدوا الجرحى بأن كان يعرض عليهم عقود بآلاف الدولارات ولكنهم رفضوا إلا أن يطلعوا يضمدوا جرح أبناء مشرع وحدنان. كانت المعركة نموذجية وكانت أيضا الجبهة نموذجية. نتمنى أيضا أن تنتصر تعز بشكل متكامل واليمن بشكل متكامل على هذه التهمة الباغية. لن تستطيع مديرية أخرى منافسة مشرع وحدنان فخرا وتضحية وسرعة بالتخلص من الكهنوت. ف7 سنوات من انتصار المقاومة جعل من أبناء المديرية رسل حرية وفدائيين في كل جبهات اليمن ومدافعين عن الجمهورية في مقدمة الصفوف، ولن يهدأ لهم بال حتى استعادة الدولة والجمهورية. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.